حيك النعيم يحييك، ارحب يا النعيم يرحب. حيك يا النعيم يرحب. بدنا فاش خاطر من ايش عارف ايش تحط لحظه بشوي. عندك يا بلال ابر تفضل. والله ذحاني نسي في بالي نزل. والله ديما تنسى روحك اللي هي في اللايف، اخر مره تحكي في بالها ساعات تنسى روحك في اللايف. تفضل. ترى ذو حامل فيتنا تاع كبير هذيك هي هاو يا حسرة. هي يا مشينا اسمه يوسف بالشيخ، يوسف بالشيخ اللي ما يتشراش بالفلوس يتشرى برشا فلوس. فاش ضحى ضحى تشبه الانسان العربي. شكون والله تشبه خالتي روحي نبغيها عزوزه. بوكس 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 لحظة عاد راجل كبير. بوكس بوكس بالبوكس عن الروماتيزم. غدوة لازم نمشي نجرد ويا الروماتيزم. ايه ربي يفضلك سنايب سنايب. ايه ربي يخليك شبيب في البوكس في البوكس. ارحب يا النعيم. ارحب يا النعيم يرحب. تسبب ذي في النعيم يا شباب. حيكم حي. لا شباب الجو حيكم حي. شباب نجيبوا الفاصل شباب. شدوا مع النعيم شد. صحيح صحيح بلال كلم كلم النعيم. النعيم شد النعيم النعيم عن حيك يا مروه. ارحب يا مروه. شباب الجوله نجيبوا سنايب سنايب. رد بالكم سنايب يلا. ريتا من الفيلتر زاد فرغ فرغ راسي عادي. قال لك الفرطاس صلى قريب الربي ولا شو اللي لبس عليه. شباب البوكس البوكس شباب شدوا مع النعيمي ومروه وضيفوهم. بوكس بوكس نجيبوا الفاصله. ضحى الحكم الاول. الحكم الاول اسدين. بوكس 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 بوكس. ساره نور تدعم ضدي. اوكي ابو زيد. سكور قريب سكور قريب سكور قريب. شباب في البوكس في البوكس في البوكس عادي عادي. حيك يا مروه. نعم بوزينك. يا بلال يا بلال يا بلال نجيبوها نجيبوها نجيبو الفاصل نجيبوها نجيبوها سهلة يا ولدي سهلة. ارحب ارحب يا المخفي. 10 ثواني 10 ثواني. اصوتكم اصوتكم. حيك يا مروه. ارحب يا مروه ارحب. يا 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 حلو يا ربحت ضحى العربي في جوله. يا شفت قلت لك اللي عند ربي مش بعيد. والله ربحت يا حبيبي. احلى من حصل يا نعيم. نعم وزينك حبك كبير. والله يا مروه الله. شكرا والله. حبيبتي الله يخليك يا مروه وشادي بالمحمد و ضحى الحكم الاول 14 لا جولتين. انا جوله وانتم جوله. باهي باهي باهي. أنا تفهموا من تو الحكم راهو دعم اسد لي انا. لا 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 مش على خاطري انا نجم ننفذوا. انت نافك ما تنفذوش الحكم هذاك. صوت حول ننفذ لك عادي اسد. راه تي بالتقسيطكم راه تيك حوت بيد وحا بنتي. انا وياك اسد اسد تحتي اسد. ما هو اسد بتاع 500 هيك. وانا اسد بتاع 30. اه 34. شباب الجولة بالله خلينا نفوزوا بسد بالله عليكم. طيبونا مولانا بالله وشوفوا بعد غدوة تعملوا فيديوهات وأسد وتجحيف وكما مولانا نفذكوا ما تتحكمنيش شيء. غدوة تلقاهم ويحكى ليك يا أخي شوف هذايا إيقاع حافي يخطو في أسد ودي شو برسمك. سيبونا من المواضيع بيلينا نغني ونحب نعمل معك جولة. مرحبا بك. شكون مروة؟ مروة ضفني كنت تغاول تغني. اوه مروة عملوا في فيلو تقول قال مرحبا بك. اسمع شوف في تفرق على شكون مروة عادفنيك. بيرينا كيك فيش مروة. مروة يا اخي رفيق. هاي هاي يا بلال خبر عاجل. ذو حال عريف تلعب جولة هي اخوها بلال ويدعمها اسد. شوفوا معنا عاجل تفاصيل بلال خويا يدعم يا اسد الدنيا تجي. والله مرة نزلت لها 25000 نزلت لها. تقابلوا في الدنيا اعطيها لست في الدنيا يا بلال واعطيها. ولا ما نتقابل ديما نتعاركوا انا وياه. انا مرة جيت لي للحانوت قالت انا ندعمك هيتهم قلت له معناها قدامي.
برافو برافو شباب، جيبوه الجوله عاد كلوشارات شباب. اسمعني نلعب بخبيث. حي حي دوبل دريبل دريبل دوبل دوبل شباب. مروه حل لايف، حل لايف مروه اطلع معنا. خلينا نشوفها بالله مروه شنية هي. جماعه 64 ورده اوكي، هذه الفاصله. يلا يلا مع بعض جايز. اهدا قديش من ورده؟ 64 ورده جماعه. هاي لا عادي عادي جيبوها. انا بشوف شوف ورد 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 ورد. سهله سهله نجيبوها. ملك كلوشارات بابا 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 ورد. بابا بابا يا بابا يا بابا. 64 ورده جماعه. ما شاء الله يا بينال ما شاء الله اخوي. يدي اقوى واحد يسكر دبل في التيك توك العبد ولله. جهز ما شاء الله الدبل جماعه. يلا الدبل الدبل الدبل. نعرفها مروه ذي غنيت في الانستغرام هكا فازه مره. تعرف تعرفهم الكل انت. الدبل الدبل ايش بيك غيرت انت ليك؟ هلا مشينا 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 تفصحنا. يلا جماعه الدبل مع بعضنا مع بعضنا مع بعضنا. دبل الدبل 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 جايز الدبل تيرارا. الدبل جماعة دبل ما بعدنا الدبل الدبل الدبل. يلا 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 7 ثواني 6 ثواني في الدبل شباب. شبيب بشارات اللي مش ضيفنا يضيفنا اخويا. سلم على ضحى. سيفي سلم عليك. سيفون ان شاء الله تتلعب معاه. والله راني انا زحفة الدور. نعم بلال اخسر التكتيك بوكس اخر 30 سكوندة. واضح واضح تعمل عاملة به في بالي في بالي. يلا شباب بوكس اخر 30 ثانية. اخ حوارات مع السيد الحكم تاع الكرة الى الضحى العربي تقول لا يا ليتنا ربما في ملعب الكامب نو. اخ يا سلام على في ضحى. اخ يا سلام ضحى تو انت مشهورة يعني في الشارع كيفاش تحس في روحك تدور في الشارع؟ باهي الشهرة باهي عندها ضريبة. عندها هاي ضريبة فوق تتعب نفسانيا ساعات. شكون يواسيك؟ لا مش انت بيان سور. اسمعني يعني يا ضحى والله سلموا عليا مرة زوز من الناس شعر لها بلدان. والله شفت طفلة تصورت معايا بليل مثل البارح بالرسمي. انا شو قاعدة جماهيرية باهي رفيق في تونس. اي والله عندي والله يتفرجوا فيا والله ما شاء الله. والله يعجبوني لايفاتك والله. يعيشك يا ضحى ربي يخليك اختي. يعيشك والله يعجبوني. عامل فازه جديده بصراحه والله. يعيشك يا ضحى يعيشك. انا اللايف نتاعك نعطيه بعد بلال خويا بتبيعه اكيد الرقم 2 في تونس. اي 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 على خاطر ما فماش لايفات محتوى ما فماش محتوى في اللايف. انا نعرفهم التوينس الكل حلو لايف يطلع اول ما يطلع لايف تكبيس تاب تاب جماعه تكبيس تكبيس دبل دبل. ما هذا ماهوش لايف. انت عندك محتوى في اللايف تاعك فما جو واحد يضحك يعمل جو. طلعت لي وقت اكسبلور مع رحمه وطلعت برشا اكسبلور فما ضحكه. ولكن شو يعني كي يطلع لي الفيديو نتاعك نقعد مش من والله يعيشك يا روحه. والله يعيشك يا روحه. والله ثانك يو والله والله ثانك يو. مشينا ما مشينا 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 مشينا. انا ما عنديش محتوى. ترى شو شو الحكم ذا حاج تحكم انت حكام حكام حكام. ما نحكمش انا ما نحكمش. ايواش برافو ميرسي عايش. حاسين نرد بكم على ريحه عايش ذا حاج ولا ربي يخليك. سحر وقت سحور يا جماعه ولا ولا شنو ولا رفيق. لا لا تهنى تهنى مش مشيناك ولا شنو ولا عازقو على ها سحور وقت سحور طبعا شو تسحر وما تلاقي. هاي برا يلا يا سيدي سكر باي باي. دي بيرني شايفه روحها مشهوره زعما زعما. قلت له انا ضحى ولا عريبي تي بيرني واقف كبس كبس خيبكم وعيلكم الكلكم كبس. كم مره طلعت لي مع ذيك كم مره من الليله الليله زعما زعما. بلال 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 شو محتويها هي 25 مليون 25 مليون كيفاش تبع فيهم بليل بليل وينك بليل؟ شو شو يقول له بليل؟ والله هاني جيب جيب ناي 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 جبن جبن ناي جبن. اوي 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 أرجنتينا خليني يا مان بليل أحق نور ميسي تونغامي نو في لو جاب. هيا 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 كيفكم؟ واو واو ميم موا عشقت فيك. كيف كل شيء الأخبار؟
شوفي ارحبوا جيش ضحى اسمع فم واحد تعرف ايش قال يا رفيق دخلت عمده قال الله اكبر الله اكبر يا رب نايا ايوه حب يحبك في السماء متعلق يا ناخذك يا نهار يغلق شلون تتعاركوا عليه عليها الزوزه؟ به نو نو ما تعاركوش عليه انا بيلين تعاركوا على طفله بليل نايا بيقول طفله ان عندهم بتونسي يعني شابه بس انا نتفرج نور قاعده تتفرج نور قاعده تتفرج نور قاعده نايا ليش ما تبعثليش نلعب مع بعض ما تطلع لي ليش ما اطلع شلون يعني؟ ليش ما تطلع تلعب معايا؟ وين؟ يعني ليش ما احب نبعث لك ما نلاقيكي غير متاحه ليش؟ الكون داخله يا اما مع اشخاص يا اما مسكر الجيست لحالي انا اغلبيه الوقت لانه بكون لحالي حلو ليش لحالك ليش؟ وانا موجود عندي جو لحالي هيك بحس يعني ما بكون هيك عندي جو مع العالم يعني مدري ما بعرف امورك تمام؟ اموري تمام انتوا اموركم تمام؟ الحمد لله يلا نلعب يلا يا اوه انا ونايا اوه شباب ربحونا 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 نايا I was happy to see شوفي الدعم شوفي الدعم تكبيس 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 نور محيا نايا اللي انت تتفرج على الفيديو ديال نايا نايا شكون؟ هو قاعد يتفرج في الفيديو هذه مروه معايا تفرج فيه طفله ما احنا صوتها برشا والله ترى خلينا نسمع بلاش خلينا نعلي خلينا نسمع كل غالي يسرني يشدي لك الحال الله سبحان الله هي ماخذه من ليما شوف 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 رفيق شوف وريني بابا وريني معاك معاك الله يزيد قلبك الله الله يزيد قلبك الله 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 زيد قلبي شعرهم الكل حلوة والله محليها ما شاء الله والله يا بليل عندها شعر ليما عندها ما شاء الله زين ما شاء الله ما شاء الله ربي يزيد ويبارك زين ماسا نو نو ازين من ماسا و بليل شباب بليل بليل علي عندك صوت علاش ما تخليش بليل وتي لا 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 نغني مزود انا نحب تي غني غني بالله كان تغني فيها بالله بدلتني بالمال وما جات على والفي على نحب نغني في حنة الليلة الليلة في خاطر خونا رفيق أحلى رفيق وفي خاطر العروس كيف عندي زين بنتي؟ أه؟ كيف عندي زين بنتي؟ خلني شنو؟ زين بنتي ورد 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 للحنة ورد ورد الورد الورد ابعث الورد الورد ابعث الورد أيوة نايا وينو صوتك؟ نغني لك زين بنتي وين ستوبلي زين كيفاش الغنية اش تقول هاي؟ مالي ترو بيان وردة 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 يا نايا يا نايا هل تسمعونني الآن؟ نايا إذا كنت يعني أنا يعني مرتبط من دونس خويا راك شلت لنا الإضافة ورجعت أنا مرتبط أوكي بس يعني فيك. إذا كنت يعني انت راك بنت تونس بيك ليه ما تعطينيش مش بيك حب نعرف علاش شلت لي الاضافه اذا كنت شو شوفك نور مطنوخه يا بابا كنت جديد بالرسمي والله حكى شي وراح ما بعرف يزيلي بنت تونس كنت جديد تامي معايا كنت في هذا بالرسمي داخل قديش فيه سامحني انا متغشش عليك بنت تونس لان اصحاب نحن و ما بينتنيش شباب ليه شكون الناس اللي بيزحف لنا بجاه ربي لازم تزحف بجاه ربي بجاه ربي ساعة كيف قاعد يصير طلع عليك طلع علي ما حسش لا دعم لا مبعثنا لا شيء والله قاعد يصير حاجات نتاع عشميتها قسما بالله دخلتش ما سلمتش عليه تغشش ليه يزحفلو بجاه ربي يزحفلو بجاه ربي يزحفلو اوه
ملا نور هذه ملا نور بابا 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 أي واش ليه ليه باي 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 يا نور سيليباتير انت ولا ديعم هذه طفله نور باي 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 يا نور ها كبير يكتب في قرن اش معناها فهمنا يا العبادي اش بيك بابا اش معناها قرن هذه ها حتى نقول لك يا الوليد بالله جحفله بالله فوق ما عمري ما قلت بجاه ربي جحفله ولا بجاه ربي دعم نحكم على رفيق مريق الحكم الاول لا لا بجاه ربي يا الوليد ليه عاد لا صاحبي ليه شو الحكم يا نور اعطيني حكم مان يا بلال خويا راك يا بلال قران سير باش نفهم على ركيبها يا بلال نايا ليش زعلانه نايا ما لي زعلانة بس نعتاني أمان شباب جحفلة بالله جحفلة يا شباب أرحب يا نايا أقول لك حاجة جحفلة شباب جحفلة تعجبني برشا أنت راك شو تعجبك؟ سيب الطفلة يا بيلي سيب الطفلة تعجبني تعجبني كثير يعني أنا متكراشي فيك يو كراش فور مي علي تشاو جحفلة شباب صرعني صرع ليش؟ شكرا نو شكرا لك ما بعرف لما تريد برشا راني ما نشوفش دي مكتب شو قلت لي نايا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك قلت لك شكرا شو بدي ما بعرف لحظة بس يا نايا لحظة حيك يا الزعيم نور ارحبي يا نور ارحبي يا نور حيك الله يرحت عليك يا رفيق حيك يا الزعيم نور الحكم الأول رفيق تكتب نور في البايو لمدة أسبوع ومعاهم قلب أبيض مش أحمر مش فاتك معك الحكم الثاني جيب بوم بروتوش تكتب في الحيط نور الحكم الثالث تعمل النايا بلوك يلا حكم رابع زيدني حكم لا لا أمان بلاب بلا بأسبوع نخليه مرة 48 ساعة أسبوع في البايو قلت لك اعمل لي بلوك عادي ما بزعل لا ما يعني اعمل لك بلوك اها اها فهمتني نايا ممكن نلعب بنتي وجوله نايا تو بعدين تروحي ما سمعت نحبها نايا والله نحبها بس ما لقيتش فرصه ما لقيتش الدخله ما لقيتش الوقت المناسب مين اللي خليكم راس راس لا لا عادي ما بعرف ما تحبش هي لكن يا رفيق انت ليش عم تلعب من جوله وحده الاحكام الوليد الزح باي اي اوكي اوكي تنفذ حكم بالبوم بروتوش باي بدلي بتاع بوم بروتوش بلال تعرفني ما بحبش ما مركز معي عم حاول نفذر مش معناه بحبش اسم نور تمسخه في البيت ما نحبش نمس بيتي قلت لك ما نحبش انا كان ناقل حتى نتزاولها في الدار داعمه اي احنا ربيعي نورمال مو جولتين راه ميساج لا 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 حق 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 دعم قلت له حكمه حق دعمها ما بدلي بدلي الحكم الثاني اكثر نعم قلت يا مروه زاد بدلي الحكم الثاني يا وحليه صوتك مروه ارحب يا حمزه يا نعود يا اهل لك منو زاد يا عبودي بالله عملوا لها ابونيه مروه سبب عندها 39 يا بيبي بدلي الحكم الثاني ها بدلي الحكم الثاني لا لا الحكم الاول نور في الباير الحكم الثاني بومبرو الحكم الثالث تسوي لنا بلوك شو الحكم الثاني الثاني يعني يجيب ملون ويكتب في الحيط بدلو ما نلونش بيتي تعرفني يا بلال ما عمري ما عملتها يا نايا تعلم بلوك لا ما عادي انت معناها لك يعني واحد شوف هو قال لك عمال بلوك انت عمال بلوك وبعدين اما بدك رجع عادي يعني كلها بلوك اي اوكي ما خليش تشتري اوكي انا اعمل بلوك ونرجعها يا نايا شوف انا نحترمك ونحبك شو بدي يرجع يعني شو معناها يعني إذا بده يرجع بيرجع يعني أبى أساعده ناي أنت سويتي لي شغلة مو حلوة خليني أورجيها لك لكن قال له شريكي يعني هو ما يبي أوكي أنا راح أكتب نور في البايو تستحق بالسكور راح أكتبها في البايو ناي شوف الفيديو ناي شوف هي فيديو راح أكتبها في البايو راح أكتبها في البايو راح أكتب نور في البايو أوكي ولا تستحق أوكي تستحق 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 أكها وتستحق تستحق خلاص اذا هيك تستحق لا لا ناي ملا 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 شلبوك كليتو يا هيك حددك رفيق العوي هي نور يحشم على روحك قلت ما حكمتها 24 ساعه حكمتها مش ينفذ نفذ 40 ساعه شوفي شو سويتي لي يا ناي زعلتني كثير انا والله مهضومه برشا الطفله وعجبتني لا عجبتك عجبتك شو مش فاهم يعني
مهزومة طفلة يعني، ونحب بنت حلوة وعجبتني ك عجبتني بيلي. شو بيك مش تحلب عليا معي التور جميل؟ أنا شفت هذا الفيديو. عجبت شكون؟ بيلي ودي. أنا شفت هذا الفيديو ما عندي يا بس شو سويتيني انت؟ ناي انزلي ناي انزل. لوين انزل؟ لوين؟ انزل. ليش انزل انا؟ ليش 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 تنزل؟ علاش بلال علاش تنزل؟ شو ليش انزل؟ انزل من الجو. عليه يا اخي ليش؟ طب انت اذا متضايق من شيء انت تنزل، ليش انا انزل؟ ما كبيره يا رب انزل. انت هتقلي فجأة انزل هاي شو في راسك يا بلال؟ سوري. طب اوكي انت عم تقلي انزلي، انا فجأة هيك عم بشوف ليش بده ينزلني هاد؟ ليش تنزل تنزل يعني عاد يعني قلت لك انزل لانا يعني بس انا ما طلع لي هذا التصميم غير انا قلت لك انزل، ليش ما تنزليش يعني مره؟ انت تسوي الان تخيل انا نلعب مع منى وانت قلت لي بلال انزل، انا راح انزل عاد. انا غرت مش بعرف على اساس بدك تسيطر يعني. مش هي مش سيطرة يعني يا احمد، مش مصدق لي. ناي انت مش مصدقة اللي انت الكراش بتاعي في التيك توك؟ يا صبري اسكت عادي، لانه انت عندك حبيب عادي، حتى عندك حبيب انت كراش. ما عندي حبيب بس هيك نو نو يعني قال لك لا ما صار لي غير يومين بتعرفني، كيف هيك انا الكراش تبعك على التيك توك؟ لا الكراش يعني فاش يعني الفتاة لحد الان في اليومين دول حلوه يعني اللي كراش معجب فيها من طرف واحد يعني معجب فيها كيف هيك اعجبت هيك يومين يعني انا من بكري وانا نسمع في اغنيه هاي يعني والله والله متعبين كثير. هي مش مسكر هاي دم حي. خلص صدقتك بليل 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 سويت الحكمه ان شاء الله. وما نجمش نكتب وانا في وسط اللايف نجم كيفاش النجم؟ يا اخي النجم ما نجمش حكم نجم يلا والله يا بلال. تو باش نحكموا نايا شباب، تو نحكموا نايا. سكبي استنى حكم الاول نايا شباب. طول بالك عملوا فيا اللي ما يتعملش بالرسمي، تو لازم نجيبها الجو. طول بالك بالرسمي لازم نجيبها يا جماعه. بالله عليكم كبسوا بربر الحكام. ما نحبش نتحكم يا نايا. ايوه روح يلا كبسوا عند رفيق وعند نايا. انت بتحبيني يعني خزاراتك نظراتك تقول انك بتحبيني؟ استقل اللي عندك مليون. انا حب صداقي عادي. ايه اخو ايه صداقي يعني في مجال انه يتطور؟ ما نسمعش بهيدي. لا يا بني ادم مش متابعك. اوكي ما في مجال انه يتطور. عامل البيوت لشكون؟ نظامي شو حلو شكله رفيق كمان بده صدمه كبيره. شباب النور ضربت كونتري النور بده التصوير تبع صدمه كبيره. قاعدين تكتبوا لي النور صح. بلال ما عنديش مشكله معك، اما ضربت ذي نور. شفت الكارما مو كان عم بضحك عليك انه على الصدمه الكبيره؟ هلا رح يعمل له تصميم عليه صدمه كبيره. معلش تخطى كمان تكفيز شباب. دوب الحلونة مش نجيب الريفنج انا تو حلونا دبل عندي وعند رفيق بلا ما يحكمني. بالله عليك وين حسنا عندي وعنده مولاي نهدي لك الاغنيه ذي.
اوف 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 شوف شوف نايك تعوج راسك كي باي 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 منيش مني احكي لي فرغني خلي كنت عم بستأذنكم كان بيقول لك شيء بلال مين كان نايا واحد يا سحر مين كان نايا واحد ونايا اثنين ونايا ثلاثة سحر قول رفيق نور طلعت كان يكتبوا بالتعليقاتك ارقام نايا واحد يعني نايا مثلا نايا واحد يعني نايا دخلت نايا اثنين نايا طلعت فهمت يعني انت لما تكوني فوق عشان انا اغير كلامي عشان يفرق بين الدخول والطلوع مثلا نايا واحد نايا انت موجوده نايا اثنين طلعت لازم تسوي مخفي طب ثلاثه شو ثلاثه لا دخلت لا خرجت لا طلعت لا دخلت يعني فهمت يعني مسويه مخفي ممكن فوق كل حذر كل حذر لا تتغزل بالبيان حبيت نايا أربعة لا دقيقة 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 كتبوا لي نايا واحد لبنانية وأنا نايا ثلاثة في نايا تاني بس ما معروف مين هي أنت التانية والله أنت التانية يعني مين يعني في أولى وثانية وثالثة أنا الثانية أوكي هي بليل عندكم 7 سنين ديفيرونس إيش معناها؟ أنا 20 عام هي هي 20 عام وينو؟ 2003 مولودة؟ مين؟ قديش قالت المرة الأخرى؟ قديش 20 أنا 2003 2003 مولودة؟ نحكم على راحت تو مشيت نتفرج في بارتي مكشخة والتراجي عوضاها الله شباب شباب ملكمو يسعد دينكم يا اخي نصر دينكم يا جماعه رجولي كان جد عم ندعمنا يعني فيك تدخل انا رفيق احكم بلال الحكم الاول تبلوكي نور الحكم الثاني بده يحكمني بلال لانه انا ما ببدا الحكم الثاني تبلوكي نور جولتين من جولتين لا 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 جولتين شو علاش انا جوله برك مش بيني يلا لا عادي عادي يلا احكمني يلا الحكم الاول تبلوكي نور الحكم الثاني تبلوكي منى الحكم الثالث تبلوكي نايا لا لا تبلوكي البلوك لي علاش انا اعطيني حكم يعني غير البلوك نبلوكي واحد برك نكتب الحكم الاول تبلوكي نايا اوكي الحكم الثاني نعمل بلوك تكتب رفيق الكينج جمعة كاملة في البيوم تاعك عادي على راسي صاحبي تفضل ابو رفيق كينج لا رفيق الكينج اي اي ها بابا رفيق كينج تفضل لك ثانك يو والله يا جماعة ضيفوا الدعم لا خلينا ندخل نشوف التفاصيل تفضل لك موجود ميجل ثانك يو لا تضرب قلبي والله لا لا بلال لا بلال لا بلال شنو خليك مريقل كوكا بلال خليك ولا مريقل خليك مريقل يا بلال انت قلت ليه انت قلت رفيق الكينج ما قلتلكش رفيق الكينج بصاص لا بلال خليك لا بصاص بيتريز هذيك الجروب نتاعنا طيب اشوف بلال باهي فسخ فسخ ما تكتبش ايه اللي فو صار عندي فضول شوف شو كتبوا كتبته رفيق رفيق كينج شو يقولوها باللبناني ذرات بفسخها فسختها شو نكتب هاي ما تكتب حد شيء ما تكتب حد شيء ها عادي هاي برا يا هاي نور طلبتني انا خليني اشوف ايش بها طب يلا ماشي كان يا جماعه انا رح اروح اعمل سحور لانه الله يخليك ماشي وبركي اذا سهرانين انتم برجع لكم لا سهرانين معنا ما نسوي احنا هون تمام خلص لك عاد شوفكم باي باي نايا باي باي من عبدي تغش علي تعرف منى ساعات واحد اسمع ولا ركز معي ساعات واحد يبدا يلوج يلوج يدور يلوج على الذهب والفضة ويلوج على حاجة ثمينة وهي تبدأ بحذيه وما يشوفهاش والله والله هذه حاجة صايرة برشا في تونس والله إنه إنسان والله بالرسمي والله أما أنت منى قاعدة مع واحد ساعتين إيش معناها؟ مرة مشي رجبي خاينة حتى أنت غدارة راك أنت تحسك غدارة نايا نور برا
وينو الاخر؟ يقال مش نجيب نور. وينو بثولو بثولو بيلي؟ Ce créateur a refusé. Merci Nour على الحوت. نورمال خويا صحة وفرحة. والله العظيم يا أنا يا هو نلقاه يلعب ندعم ضده والله. هاك. شنو صار؟ هاك. هتوري أنا معاهد السلام اللي يعمل فيها بالكذب. وين مشى؟ مشى يبول كالعادة. يا لالا ما شبو ما سمح زينو كي يتغزل بالبنات. غزلت بشكون؟ بنايا. والله ما اقترحت شيء. كذاب وصفي رايتك بعيني وسمعتك بوضني. يرحم والديك انت يا زاده. ابو ميسير. لا نور نور ما تغلطش نور نور نايا تبعت. صحيت. على خاطر انا كنت حاط عيني على واحده نقاه مع واحد ريكشه معاه ممكن ساعه بالحساب ساعه. لا لعبوا جو ولا خلاو شكون يلعب. دخلت حتى يسمعني راهو لفرانسيس ما يحبوش يحكيو هكا ولد شنو هبط. وكل منظر عادتي فرانسيس. يا بيلي وصلت نكرت فينا نكرت فينا في الساعة. اش ما طلعت معاها درش حكيت قالت لي رفيق راهم لي فرونسي ما يحبوش. بليل قال تو جي قدام الكوره الكل وقال طلعت مع واحد رني رني. قلت له ما تحكيش الفرنسي ما يحبوش يحبوهم مش نورمال هني. ايه معني تقعد معاه انت واحد يحب رني رني مينو انت هو ما يحبهمش. ايه شكون ما علاش انا قلت لي هبط علاش قلت لي ما يحبوش ما تحكيش هكاك. اصلك منين موني انت عكاريه وش باكامورا جرجيسه نانا مسكنيه يا بابا عكاريه يا بابا يا بابا اخر ميكانيك عندهم ديما. ولا تي ماكس الاخرانية والزادات الاخرانيين وجيت سكي الاخرانية ما شاء الله عليهم. ولا مشيت الجرجيس كل 2000 يعني ميكانيك 2024 الكل يا نور محليك اليوم. يا بيلي اليوم تسامحنا نور طيب صافي احلي بيناتنا. لا لا تعودنا تعاركنا طو. لا لا يزي عاووو يا نور تتفديك ومشت على الوقت. لا لا اسمع 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 نقولك حاجة نقولك حاجة يا توعد وتنفذ يا ما توعدش وما تكلمش. تنفذ في البوخ والله ريتك في اللايف وعملتها بالعندي شبيك يا نور. يا سيدي تغني قد راسك. انا اصلا اصلا تعرف وقتاش دخلت لك من بكري وانا قاعده في لايف بيلي نلعب معاكم. وقتاش دخلت لك دخلت لك انت قلت لها ما نعرفش شنو قلت لك انا قلت لك ياخذك ربي ان شاء الله. هاك سبيت وريت كيف تسبيت بالشر ومن بعد ورجعت البيلات. انا 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 يا نور انا انا متعبت 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 شوف انا قداش تعبت منك. والله 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 تعبت. مروه ويني مروه سي بون يزي اسمعني اسمع خليني انا ننطلق باش نسكر. لا خليكم نعملوا لما مع بعضنا نلعب. اسمعني خلينا نمشي لمروه نسمع غنيتها ونجي نكملوا نلعبوا مع بعض. موني برا يسكر في بالك اللي انت بالرسمي من اليوم مش ولي الكراش نتاعي. مش مشي طفله يا رف. لا لا ولا لا مروه تغني طفله تغني ولا اه نسيت سامحني سامحني. اجا معايا رفيق اجا معايا خلينا نسمع صوتها. اسمع يا برا الظلم بعد نرجع بحذاك. شو قول هذه فازي انتم تطلعوا معاه احنا تنكيت. فازي نور جيب برهان وجيب ميسي انا تو نجيو نضربوه اللي بسطلعوا معاه تي بل حكيها تحكي لنا فيها يتو نجيو ندوخوه ضرب نحن اللي بسطلعوا معاه. ملا لا نعيمي حيك يا نعيم. حبيت اقول لك حاجه يا نور انه ساعات واحد يبدا يلوج يلوج على حاجه وهي بحذاه هو يغزر هكا. انا نغزر هكا وش حاجه هي لهنا. والله بالرسمي تو بديت نركز. محليك موني والله محليك والله محليها موني برجوليه الوليد. ويني ويني مروه برا باش نلقاها تو هذيك. عسلامة عسلامة يا ربي نقول لك شكون تشبه انت بشوي لحم بالليلة تقول لي اي سبايس ولا شنو اسمها. عسلامة مروه. عسلامة مرحبا لاباس عليك الحمد لله لاباس انت عايشك الحمد لله. انا
مروة لو كانت تتواضع، يعني كانت تتواضع انت قيمتك يعني ما شاء الله، تعمل لنا ديو مع رفيق. بيت شنو تغني رفيق؟ نغني راب انا والله. لا لا في الدنيا، في الدنيا. اي في الدنيا. انا عملوه تو نعملوه في الدنيا به. لا تو راهو صعيب على خاطر ما نجمش البيت وكل، اما نجمو نعملوا حاجه مثلا نهبطوها ريل. به شنو رايكم نكون انا المنتج؟ تكون انت المنتج. شفت معك. شفت معك. ونكون انا السيناريست زاد. يعني زاد. يعني بالرسمي نحب نعطيكم سكوب. والله العظيم بصوتها هذا. اقسم بالله تخرج اغنيه توندونس في العالم العربي. ان شاء الله. ان شاء الله. مش شنو تغني انت؟ راب تونسي؟ انا نغني راب سنتيمونتال مدام. تحب نتو نسمعك ان شاء الله؟ احنا تو جايين نسمعوا صوتك، جايين با انا حاشمه شويه راه خاطر مانيش مستانسه برشا معناها. لطف عليك. عادي 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 سيب. اما فرحانه برشا اللي انا طلعت معاكم نسمعكم حاجه تونسيه، ولا انا نغني توسكي فيروز فايا عادي. اقوى دعمه في التيك توك، اقوى دعمه. والله حبي جس نسلم عليك. ميساج خليك معنا نلعب جوله اروى ونسمع صوت مروه باهي؟ باهي. يلا انا هنا واروى. انا ورفيق مع بنت مع شباب. يلا نسمع حاجه. يلا يلا نعيمي. اسمع اسمع بنات تونس اسمع. شنو اقولوا فيروز ولا حاجه تونسيه؟ حاجه لبنانيه. فيروز زي للنعيم. بابا فيروز زي
يعيشك والله برجوليه برافو ومن بكري وانا نلوج على الطفل اللي تشبالك بالله سامحوني بالله عمل لي ميوت عمل لي ميوت خلنا نسال على اسمها الطفله خاطر نحبش عرفت الطفله انا من غير ما تعمل لي ميوت الطفله اللي لابسه كرتابه ومعاها قطوس نتاعها كوميك هو فراوله اسمها لحظه يا اصحابي اتيكم الان بقصه شو اسمها يا اروى فراوله تسبى الكوميك نعرفه دره ليه ليه ريمي ليه 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 مش ريمي تاع الحديقة السرية هاي هاي شو اسمه أهي دورة 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 مش هكا دورة في الحقيقة دورة يا عمي دورة أنا يسبوني بحنا بعل يسبوني بحنا بعل المجبري ليه 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 شكون حنا بعل هذا اللي يبالك جوار التونسي مروه لا ما عملتش كاستنجات في فلوجه حاجه لا برمشي يوم نتصور كان نشوفك سوس نجمني انا تخطفك وانا ما حنا ايطاليا ما نعيشش في تونس هذيك المشكله ايطاليا برشا يعيشوا برا وعملوا كاستينج مروه قداش عندك الوقت يا اخي توا الاربعه غير ربع قالوا لك عامل ايكو صوتك يولي اقوى واسوء تعرفوا تستعمل لي تختار لي فوا اي اي انا قديش عندك توا الوقت انا عندي ديش اربع ربع نسل عايشة اروى ولا مروى ساعة اروى اروى انا عندي لحديش وين تعيش وقتاش شو خفتلكم وقتاش تسحروا غادي انا مازلت ما عنديش برشا هذيك ما تشقيت فاتي انا انتوما تسحروا انا مازلت ناكل 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 بعدكم خمسة سوايع استنى استنى معناها تشق فترك العشرة متاع الليل؟ لا لا شقيت فترة السبعة السبعة متاع العشية؟ ايه عندي ثلاثة سوايع نسحر الخمسة كيك خمسة خمسة ونص الخمسة ونص معناها نفس الوقت ايه نفس الوقت حتى نحن الأربعة ونص السحور من الأربعة ونص عذيفني عاد يعني أجوتيتك مروة حتى أنا أجوتيتكم الكل سمعت محاضرة تونسية وتسمعني انت رفيق من بعد وي استر استر سمعني استر والله تليفون سكر اللي باش نحط به الموسيقى يا جوزيف تليفون نحط به الغناء تسكر نعطيك نحط لك انا الغناء وانت تغني انا جامد لازمني نسمعها من هنا والله ما نجم نحب نغنيها باش شتيت نغنيها انا نحب نسمع بليل يرتل كيما ما فاتت يا بليل لا اله الا الله محمد رسول الله إيه والله حتى شيء نسمع بالليل يرتل والله والله اسمع انت ترتل تقرا القران بعد نقرا انا بلال تقرا انت لا اقرا انت ما شاء الله ما يقرا انت قبل مسير تقرا انت اقرا انت نقرا انا استغفر الله العظيم ماشا تشبه ماشا ماشا ليه واه يا شومي تدرجع بليل هل كل يوم شكون يشبه لشكون درسني بليل هذيك هي مشكلتك في الحياة انت شكون يشبه يا بليل انا شكون يشبه يا بليل بس ما نجمش نحط لك انت تو شوف ما نجمش مش حاجه لا لا شوف بليل شوف ريتها ليا ريتها مذومة؟ لا شريت ميكروويف؟ عندي عندي من برشني مش تسجل الروت اللي عندك ولا تجيك من هكا؟ دي في دي اسمعني شوية حلا بيت البر هيا خش معايا هيا والله بس رفيق يلا يلا اقران نانو يلا مش رفيق انا نقرا انا مش لي يا مروة عادي عادي مش بهلك زعما اي في كندا عرفت نقرا لكم اما من الكتاب حتى اني مش حافظ عندي برشا ما رجعتش الصور نتاعي نشبه الكوثر البردي نشبه الكوثر البردي بطيه كيف هاي يا شاب قالوا لي تشبه الستروبري شورت كيك اكلي تلبس الشابو هذيك اللي فيها الفريز هذيك هي شو اسمه شو اسمه سبيستون ستروبري شورت كيك ماشا ماشا ستروبري شورت كيك شورت كيك اي كيفاش تكتب هذه شورت كيك
كانت تجي في سبيس تو. لحظة نوريه لك. هيا تفضل يا سيدي. ورينا ورينا. والله شوف ومتفرج فيها تفضل. وانا نقول يا ربي لشكون تشبه. يعطيك دودو. وحليها يا ربي يا حسرة. نعمل شعري أحمر هكاكا. يا أحمر وشعرك ما شفتوش. أما ما حليه شعرك والله. يا عيش هكاك أنا جاية من عند ربي. حليه. يا عيش. أقراني خلي تقرأنا أروى يلا. يلا. يا باش نقرأ. ليتا بليز. ما. محشم. قديش تفرجوا فيا؟ ما تفرجوا نامس. ما عارف شنو غزرة طبس راسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في صوتك صوتها رحمة نفسية ما شاء الله والله شكرا لكي أختاه من وين تتصل فينا أختاه ما شاء الله على هذه التلاوة كم لديك يعني ما شاء الله ربي يبارك لك والله والله ما شاء الله والله والله خلاص كنجم نصفق ولا عادي وصفق اعمل شطحة شو تحب تعمل نراش اول سمعني اخوي الفاتح شكون؟ على رفيق علاش؟ ما نعرفش الرد على خاطر بلي لا والله لا ما نعرفش الرد اقرا نقرا انا وانت تبعني باهي اقرا اقرا بلي نقرا لا لا نقرا باهي يا بلي تو نتعلم تو نتعلم انا وليت نصلي نتعلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا نلعبوا جوله اخويا ميسي ما شاء الله عليك اروى تبارك الله عليك ناجو لاختنا مروه مروه ان شاء الله عندك مستقبل زاهر انت ونلعبوا في ايطاليا قلت لي مالا سيليباتير اي بيه تكون سيليباتير محلاه ولا المحترم يحترم ومحلاه تبارك الله احنا يا عيشك قا
قداش عندك في إيطاليا؟ قريب 20 سنة وعمري 25 صغيرة علي بن أكبر مقيت عرس معنا والله كنا القوة الحليلة عن شلي وزينة كانوا يلا رفيق سمعنا حاجة؟ لا 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 يخمم في يخمم في العرس والله والله فازا نخمم فيها انت عندك مش فازا تخمم فيهم يا رفيق عليه عميلك برشا لا لا فادليك بالفادليك وبعد عمرها 25 شو برجك مروة الأسد شنو يا ضحك هذيك اسمع انا وبيدي عملنا نفس الرياكسيو تحسنا ملكوعين من الاسد ملكوعين من الاسد شباب برج الاسد لا لا بالعكس ما اروى مش ملكوع انا نشوف معنا اروى ومروى برا عادي يعني نحي الايم تولي اروى يشي نحكي وحط الايم تولي مروى كبسه يا جماعه كبسه قرانا قران نعم كل الاسد لكم سامع قالكم وسامع ريتوه اي انا طلع شنو برج يا بلال اسوأ برج في الابراج الكل حيقولوا اسوأ برج ما نعرفش الدلو باي وانت رفيق اسوأ برج شنو لا ما انا منش بيهم ثور احسن ثور لا بعد الثورين الحامل الحوت جوزي جوزي اسوأ برج جوزي يقولوا يقول لك خاطر ميزاجي برشا ما حتى الاسد ما عندك مطلوب والله برشا لا ممكن تقولي جوزي لا الاسد بهين الاسد اسمع برشا قال جوزي برجي يا مروة ليه بهين بهين الحق رانا نعرف بعضنا يا مروة راني نعرف باش تخمم انا توا ونعرف باش تفكر ونعرف الرلاسيون تاعك والحب كيفاش ونعرف غيرتك ونعرف كل شيء مين جاية فاست لبراج مين جاية منين حسابات فلكية يا رفش ما ليه حسابات فلكية منين يا توسي يعني لا ما عطيش بالخاص توسي التوسي توسي خلكم ستعملوا مسابقة قراءة القرآن حلو التوسي عندها بشي شارك روا برشا تقولي أنا جوزي أنا جوزي مرحبا بأهل جوزي شكون شكون استنى فازو ميرسي بوكو يا فازو والله ما شو تحب نقرا لكم مش عارف والله نقرا لكم في العاده مش عارف كيفاش نقرا من البي سي نقرا لكم الفات نقرا لكم ها باش يقرا ها باش يقرا اصبر عليه شويه خلوه يتنفس يعيشك يا فازو تمنيش الزح دوز جوان دوز جوان ما تغزروا ليش ما تغزروا ليش يقلت فيا نقرا قريت الكرسي قريت الكرسي قريت الكرسي ميرسي يا نورة حبيبتي ميرسي على الاشتراك ولا بكري قريت كلي نرعش هكا بينت شباب بينت بينت سامحوني بينت مانيش في ايطاليا انا مروه في ايطاليا يعيشك يا جماعه صفوا بحذايا نحتفلوا بالعيد ميلاد ما بعضنا جماعه دو جوان ايه الكرسي يا بلال ايه الكرسي هاي حفظك برا ايه الكرسي حطه 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 قدامك حطه ما خرجت ليش كيفاش نكتب شو نكتب بوهلية تبان علاش بوهلية يا معتز شباب سامحوني راني تعب شوية هذاك علاش المود ياسر تعب قايمة الخمسة الخمسة عندي هذاك علاش لا لا حفظها حفظها ها حفظها ايه في الكرسي تعبان من النوم انت بلا يبعثوني رفيق لا والله ما لقيتش برشا اختي والله اي من يعزك يخليك يا ربي
لطف عليك. تسهر برشا في الليلة؟ نسهر وقوم نخدم. يخدم الصباح هاي تبارك الله عليه. وانا غدا باش نقوم الثمانية متاع الصباح لازم نمشي للمركز. معناها لازم نسهر شوية. انا غدوة نخدم. وي بيان سور ديما نمشي بحذا بليل. انا يوم تبلكت بحذا بليل. عايشك يا حمام. قالوا لي امشي ديما بحذا بليل. قلت لهم يوم تبلك. اسمعني انا خنسكر بليل باش ترتل انت. انت نسمعك انت تحترش فيك. والله البي سي باش نقرا من البي سي ما حب. 30 عمري يا معطر. باش نقراو مع بعضنا خويا، باش نقراو مع بعضنا برا امشي. شكون؟ يلا. تقرا على رواية قالون ولا حافظ؟ اي اي شيء. تلاقي راكي بليل قاعد تلاقي. تقرا على رواية قالون ولا حافظ؟ قالون قالون. انا حافظت 25 حزب على رواية حافظ وخمسة حزب على الله. ما شاء الله. منين تقرا من الكتاب انت؟ اي قريت من التليفون قريت الحق خاطر كمان ما نحبش نغلط في لايف بعد ساعه. شنو الابلكاسيون اللي عندك؟ والله هذه راهي كراف على الاخر، ما عنديش كتاب قران في الدار والله. انا عندي كتاب قران اما ديما عندي كتاب قران. كيفاش ما عندكش كتاب قران يا بيبي؟ هذه اخر مرتك باش تصلي بها. تفضل. حافظ انا كنت نحفظ ما نحبش نغلط خاطر ماك تعرف تغلط في حرف غدو يهبطوا لك فيديو وشاهد ومويه هذاك مانيش ناقص اسمع انا مش نقرا انا نشوف قران اون لاين. كي صارت فازه كي صارت المره اللي فاتت قلت لي اقرا سوره الفاتحه قريت. يعرفكم انتم تحبوا استنى يا اروى بالله لحظه خلينا نتكلم. قلت انا دراش قلت بين قال لي لا لا تجيو لعبي تلعبوا بالقران تدرى شنو اخوي اختاني سايبني ما نلعب حتى شيء ما نقراش هكا نقرا بين صحيت لا هو ما انت تعتع في القران فلا هو جلال قرادي نعم هو خاو معنا عندك شو نقراكم سورة ايد كرسي ايد كرسي نقراكم اوائل البقرة اقرا بلي اسمع واحد سقال ما قران مجيد عايلة مركز الله العظيم اي قران مجيد الابليكاسيون نستعمل هو انا اسمع لا عندي عندي في السيبون هو هو شو نقرا شو نقرا معناها عندي هو معناتها احلكم انتوما فهمتوا بقره والا هما آل عمران النساء يحب ياسر سورة يوسف سورة قاف اقرأنا سورة قاف نحبها برشا انا سورة قاف ويني سورة قاف؟ في الأخر في جزء قاف هادية باهي أنا باش نقرا باش نقرا خويا يعني خليكم بسم الله ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استنى استنى ابدا من آية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه علاش خلنا من الأول؟ بل عجبوا إن جاءهم منذر فقالوا الكيف لا مانيش حافظ هذه إذ متنا وكنا لا لا خليني واحدة حافظها وخيتي سورة الملك قالوا لك قالوا لك سورة اسمعني عبس 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 وتولى وين الإخلاص ليه الفجر سورة رقم 80 في جزء عامة 80 عبس هاي قرآن هاي يلا خلينا نحط لكم كاميرا هكا ولا ندور ليه دور خلينا نشوفوك انت انت بتشوفني في بالك مش انا مش نقرا يا ربي واحد ولا شيء يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما
عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. ما شاء الله والله ما شاء الله في القلب. عندي شوية نشاط شوية نشاط تم تحصل فيه. والله ما شاء الله ربي يبارك ما شاء الله اخويا والله ما شاء الله ما شاء الله هاي تنحب طول المده خاطر عني الحس روحي شيطان هذاك كبسني عمل لي هاك لا لا لازم براتيكي انا بدي كيفك لازم براتيك ترجع في براتيك باش يرجع يسترسل القران كي نعيط نلقى راحتي خير انا اروى كي نعيط معناتها كي نغني اكثر نلقى فهمت فهمت نلقى اي سيدي امين ما جاش تعيط اسمعي عبالك اضربوا لي الحاكم تخرج نخرج من التيم انا على خير اروى مروى بانو يا رفيق على خير خلينا نسمع لو ينزل النساء لو ينزل النساء ادخل معاه ماشي جلال القراضي اوكي اللي همك لا عادي عادي ما شاء الله عيد ام اقرب رب ما الله يخليك قال لي ما شاء الله ونهبط مره يتحسن ومره اي ما تبراتيك والله اقسم بالله ما شاء الله عليك فايده في الاحساس عندك احساس محلات ما شاء الله قالوا لي قول بلال نحبه يعرف انتم ما تحبوه يعرف اكيد يعرف الناس كل تحب بلال هوني قاعدين يكتبوا لي يقولوا والله تحب برشا والله كان سجلت الاولاد بعثوا لي خلينا نسمعها كيفاش نقول ماني ذيك هو ما مانيش نقرا برشا وقبل كنت كي نقرا نتحسن فهمت حتى عندي لهنا هكا فما صوتي كي نبدا نقرا برشا نولي وين قريت القران بلال في المدرسه القرانيه عمر الخطاب انا قريت في مدرسه انا بابا قراني بابا شيخ ربي يفضل منين اصلك بلال اصلي مطماطي من جيت مطماط هذا تضحكوش علي ولا لا ما نعرفش من جيت راه من جيبس جيبس انا كنسيب الاسم من غير تبعد على جيبس 20 كيلومتر انا اصلي من شنني انا عمري ما مشيت لها جيبس ياك ما شنني بنت بلادي اي اولاد عمي هيك تجي الجيبس نطلع عليكم امنيتي نمشي الجيبس ان شاء الله ان شاء الله عندي 6 سنين ما روحتش من كندا يا بلال
والله والله سيبة. ملا حافلة غادي سيبة والله علاش سيبة؟ بي غالية برشا والأوراق مثلا باش ناخذ ريزيدونس بيرمانون البيه ما بألف وتسعمية ولا زوز وتسعة عائلة أنا عندي أمي و تو كيدز زوز صغار زوز صغيرات عندي ولايه 9 سنين ولايه 4 سنين ربي يخليهم لك يا وخاتي انت عمرك 20 سنين تبين صغيرة هي تبين صغيرة ولا لا صغيرة طفلة قلبها باهي يا مروة قلبها باهي ذيك عليك باينة باينة ما الواحد يجي من وجهه يا عايشك ولا بالحق ولادي كبار ما شاء الله عندي ولادي كبير في طولي ما شاء الله ما شاء الله عرس صغيرة وقوتي راجلك ولا زاوري نو ما شي ديفورسي لا راجلك تونسي ديفورسي مرحوم المرحوم يا بيلي مرحوم الله اكبر الله يرحمه وينعمه اي تونسي راه تونسي يعيش في كندا عايش في كندا ارويك عايشك يا هشام عايشك عايش في كندا والله بيه والله 30 عمري يعيشكم رقدتهم عمين رقدتهم على حالة الله ما شاء الله ما شاء الله والله انا كنت سوقول 23 24 اصغر مني ديما ديما يعطوني العمر هذاك ديما ما شاء الله على اختي حصلني ما يعرفوش كان عندي صغار ما يسو يعطوني اكبر من عمري كان كي يعرفوا لي انا عندي صغار اذا ما قلتش انا عندي صغار ديما يعطوني اصغر اي هاني قلت لك وخيرك هيك راه حتى كي تكبر مثلا في العمر ما تبين ديما صغيره انت بليل قداش عمرك ها انا 20 ها انا 20 26 عمري 28 في ابريل هذا باش نعمل 28 في عيد ميلادي تجيني انا قالوا لي توسي توسي خلي تبين في الخمسين يا توسي انا قريت قران اش بيك ما عطيتنيش 10 اسود ولا 20 اسد علي قال لي اسمع قبل ديما عندي سؤال يقولوا لي مثلا العبيد قداش طولكم مروه قداش عمرك ساعه نعطيك ما انت يعني صح حتى تي تقدر تصغر هنا ديما يعطي 18 19 25 لا لا اروى اروى انا عارف انت 25 اروى 30 اروى قداش 30 30 ليش اروى صغيره مواليد 94 93 قصفتي شبابك عندك صغيرات مثلا انت عندك صغيرات خلاص بيهم في الدنيا ينعبوا وكهو مثلا عندك صغيرات يعني عندك والله يا بلال حسيتك قصفتي شبابك علي ما عادش يا حسره كي كانت ان فام ديفورسي افيك دي زونفون قصفت شبابك سي في سوا اوقات في قطر الخير اللي يقول لي باش نجي لكندا نقول اوقات في قطر الخير كان تحب كندا كون على اوراق راهي كان على اوراق اللي باش يصبر على كندا يسالوا فيها هي دي سوفيا يعني عمرك ليه بس ما عملتهمش حدود 30 يا مروه قداش طولك يا مروه مترو 65 ما شاء الله وانتي بليل قديت طولك يسألوا خاطر سؤالي الشهير ديما نقول قديش طولك يقالوا لي اسألوا مترو 88 انا ما شاء الله الله واحد ما شاء الله وانتي انا مترو 75 ما شاء الله عايشة ما شاء الله انا نختار طويل والله مرة كثير مرة طويل انا طويلة طويلة حبيبتي طويلة برشا كنت قبل يعيطوا لي فلة والاقزام السبعة ما اللي يقراوا معاي خاطر نظر امهم ما شاء الله به الطول راه به الطول البنية اي طول بيه قالك الطويلة تقضي قضيتها القصيرة تعيط لجارتها ايوا مانيش كلاشي فيك يا مارو ليلى الحمد لله كل شيء الى حد الان وصل له معناها حتى في السوبر مارشي نحب نهز حاجه من فوق نوصل لها عادي معناها ما تسحقش معناتها كانت الى حد الان لا انا ديما كي نقبل يفددوني ديما يعيطوا لي اروى ما كنتي طويله جيبك الحاجه اروى ما كنتي جيبك الحاجه الطويله كهو هذاك هو انا عندي خالي هكاك زاده هاي جلال
هاي 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 حنان حنان كيف كن؟ تمام الحمد لله الله يخليك. زي ليلى جيت بركة شفت حاجة بركة بكون تلعبوا خنك نلعبوا جولة نلعبوا جولة تنمشي بحضة وجماعة مروة في تالي ما قلت لي اي يعني انا بقرا وده يقسموا ويلعبوا كنا ما تحبوا ما تحبوا عادي شباب مع شباب وبنات مع بنات سريع سريع جرام نكون احنا البنات عادي ليش حسبتيها انه بركي انت بنات مثلا تكبيس يا تكبيس يا شنو القدم نحن القدم ليلى يحب يلعب معك خاتك جديده يا حنان عادي عادي شباب كبسوا تمشيو من بعد نرجعوا شويه والله يا تشرفت فيك مروه أروان عرفت والله عليك. وانا زيدة يا بلال يعيشك ديما تحل لايفات ديما ما يطلعولكش المنطقة ما تطلعناش انت يا خاطر انا عايشة ما تطلعناش باللي قال لك ولا عايشة في ايطاليا مرة بركة طلع حتى انا كيفك يا مروة انا من بروبليم يا طلعولي كان طلاين وانا ما نحبش ولا طلعولي كان جماعة كندا ولا ما فهمتش اسكو نجم نبدل معناها نحط اللي انا في بلاد عربيه ولا لازم تقعد 3 شهور في بلاد عربيه باش تبدل لوكاليزاسيون خاطر انا نغني كان بالعربي فهمت دونك يدخلوا لي تلاين اكل يسمعوا فما اللي يعجبهم ويخرجوا فما اللي يقعدوا معناها باهتين هذه فاش قاعده تغني معناها ما يفهموش اللغه انا عندي لا ميم بروبليم كيما انت جوني كان لي كيبيكوا لي امريكان حتى اللي في الفيديو نتاع الفيديو طايح بسبب المشكلة هذي حتى عادي انا عادي عادي كان العباد اللي تتبع فيا معناها يوصلهم اللي انا حليت لايف وكل فهمت اللي يجي بس الجوسب ما تايقش واصل لا لا انا قبل رمضان كل يوم مرة قعدت 7 سوايع على لايف نغني اما بعد قعدت نهارين راقبة والله تعب رجع عليا والله 7 سوايع من نص الليل للسبعة متاع الصباح وانا نغني ما وقفتش اما توا في رمضان الحق معناها مش هكا اللي نحب برشا نحل ونغني فهمت كم يوم رمضان و... غني أناش الدينية عندك مع الأناش الدينية ماهر زين اي نعم شو ماهر زين؟ هاي فوزي بقى يا طيبة يا طيبة يا فما فما أناشيد ماهر زين يا نبي سلام عليك مولاي صلي وسلم فهمت ولا عافية يا سيد يا شادلي التوانسة هاي ولا الزاهي حاجة تونسية هكا متاع دينية ما تونسية هكا متاع حضرة والله دينية مانيش حافظة برشا الحق وينك النعيم تونسي في التيك توك حاضر شويه عشان تلوج يلي بعدك انا راح نساعدك فيه على شو تبحث غنيه تونسيه معناها من الملوف على شو تبحث حبيبي نقولوا تبحث على انا نقولها من غير موسيقى يلا يلا يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك جنني حبك يا عمري حياتي في كلمة من فمك يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك وجنني حبك يا عمري حياتي في كلمة من فمك تكلم خليني نتهنى سمعني نغم الأطيار واضحك لي راني نستنى في ضحكك روض الأزهار تكلم خليني
وسمعني نغم الأطيار واضحك لي راني نستنى في ضحكك روض الأزهار قلبي الحاير ما يتمنى غير وصلك يطفي له النار يا بنت النجم اللي تسري كيرتك حجبت على أمك يلي بعدك ضيع فكري ارجع لي للقلب انضمك وجنني حب بك يا عمري حياتي في كلمة من فم الله 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 ما شاء الله مريق المنسي مريق الله يخليكم والله وتشرفت فيكم وأروي نعم بوزيك كما سيتو حسنا نعمل دورك ونادو نطلع مع بعضنا نعم بوزيك حنان حب كبير مروة زويت أروى يعني كملي دوري وحاوسي وأقري قرآن يلا نشوفكم إن شاء الله باللينك بالله.